السلام عليكم ورحمه الله، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنشارك معكم تصوير تفايه، واخا ما درتش المراحل من الاول. المهم عندنا هنا السميده دهنتها بالزيت ورشيتها بالماء، قياس ديال الماء. ها هي، اللهم بارك، ما فيها لا تكتلات لا والو، ما شاء الله. الفوره الثانيه، باقي لها الفوره الثالثه. نعمل حساب نتوما واش بغيتو السميده ولا الكسكسو جاهز. هنا عندي التفايع هي كتعسخ، ديت البصله الحمراء، انا كنفضل البصله البيضاء. المهم كنستعملو معاها البهارات. كندير البصله، هنا عندي كيلو درت مع جوج كيسان ديال الماء من طابت، ضفت عليها التوابل اللي هي القرفه، قعقله، قرنفل، هاد المنسمات كي اللهم بارك يجيو زوينين، ماء الزهر، عندنا الخرقوم، جدر، زنجبيل، سكينجبير الخضر، لا سكينجبير مطحون. من بعد فاش كتنشف كنعسلوها، كنضيفو لها العسل. انا ضفت هنا سنيدة، قياس ديال السنيدة نتوما على حسب الذوق اللي بغيتو، كتعسل بسنيدة ولا العسل، المهم اللي عندك. وهنا المرق ديال اللحم، انا عندي فخذ ديال الغنمي بمناسبة العيد، أنا درتو مع البصله، هنايا شحرتو مع البصله وضفت عليه المرق والتوابل اللي هما سكينجبير، خرقوم، جدر، والبزار، البزار ضروري شوية البزار هنايا، ولا تهزو شوية المرقة من هنا وضيفو على البصله، كتعطي واحد النسمة زوينة. دابا هي كتعسل ودائما تحرك تحرك، ونقصو البوطا، كنقصو من النار وكنحركوها، مخصهاش تلصق نهائيا باش متجيش فيها المذاق ديال الحراق ولا شي حاجه. انا الحمد لله كنستعملها في، كنطيبها في اناء ما كيكونش كيتلصق، كنرد بالي معاه دائما. المرحله اللي كتعس تعسل كتبغي تحرك. وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. واخا كنتوتره مع الاطفال، انا درت فيديو في الكواليس، راه غادي ننزلو، غادي تسمعوا، غادي تضحكوا عليا. ما تنساوناش من اللايك، وشكرا لكم متابعي الكرام، شكرا لكم.